يقول بارك الله فيك على العشر، هناك فكرة الصدقة في كل يوم يقال أنها بدعة بالرغم أن الزكاة مباركة خصوصا هذا الوقت، ما رأيك؟ الزكاة الصدقة عموما يعني جائزة، ما فيها بأس، يعني جاءت النصوص الشرعية بها. فلو أن إنسان قال يا جماعة مثلا هذا رمضان النبي صلى الله عليه وسلم فيه مدح هذا الشهر الكريم وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، والعشر الأواخر هي أفضل ليالي هذا الشهر الكريم، وبالتالي تصدقوا في كل ليلة حتى تكونوا أدركتم ليلة القدر، ما في بأس، لأن الله تعالى ذكر أن العمل في ليلة القدر يعني يعدل ألف شهر فيما سواها، والعمل كلمة عامة، يعني ليلة القدر خير من ألف شهر، بمعنى أن العمل فيها أفضل من غيره. فبر الوالدين، الصدقة، الصلاة، قراءة القرآن، كلها أعمال فاضلة خلال هذه العشر. ويرجى أن الإنسان الذي يقوم ليلة القدر كأنه قام ألف ليلة، ألف شهر خير من ألف شهر. كذلك الذي يتصدق، الذي يبر والديه، الذي يعمل في هذه الليالي ليكون له مثل هذا الفضل. وأنا قد ناقشت المسألة حقيقة مع عدد من طلبة العلم، يعني ووصلنا إلى أنها لا يقال ببدعيتها. لما الواحد يقول يا جماعة أكثر من الصدقة في ليالي العشر حتى تدركوا ليلة القدر، ما نقول والله أنت مبتدع، كيف مبتدع والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، والصدقة عموما فضلها واسع وتتأكد في الأيام الفاضلات خاصة مع إقبال العيد والناس يحتاجون إلى توسعة عليهم.